احنا كنا في ما في الرايت فنتريكل هايبرفي، فبنقول لو ان حصل رايت فنتريكل هايبرفي هيبقى الكيو ار اس كومبلكس في في 1 هيبقى فيها ايه؟ طول ار. سجل والله. يعني انا طول ار ان في 1، هل دي الحاجه الوحيده اللي تعمل طول ار ان في 1؟ لا، عندنا حاجه ثانيه ممكن تعمل طول ار ان في 1 وده مهم قوي. واحده منهم البوستيرير مايكارديال انفارشن. فكره البوستيرير مايكارديال انفارشن ان احنا دلوقتي كنا قلنا ان كهربه الثيكنس بتتم منين لفين؟ من جوه لبره، من الساب اندوكارديوم للابيكارديوم. فلو ان ده الفنتكل ليفت فنتكل ودي انتيرير وول اللي فوق واللي تحت دي بوستيرير وول، فالكهرباء بتمشي في السبتم كده، او سوري انا اسف، في الوول كده بالشكل ده، ده بتاع الثيكنس. طيب لو انا حاطط الكترود هنا، الكهرباء بتقرب ولا بتبعد؟ بتقرب، بس في نفس الوقت الناحيه الثانيه الكهرباء ايه؟ بتبعد. وبالتالي كهربه الثيكنس بتلاشي بعض زي ما قلناها في الليفت انتيري بلوك، وبالتالي مش هيحصل انه ان انا اسجل كهربه الثيكنس، ممكن اسجل الكهربات الثانيه بقى انها بتاع الثيكنس، لا. اللهم الا بقى ان انا اكون بسجل من عند الايبكس اوف ذا هارت، فبيسجل الثيكنس ليه؟ لان الناحيه الثانيه هنا في فالف فايبروتك تيشو مالوش دعوه، مالوش كهرباء، فلو انا بسجل من هنا اشوف الكهرباء بتقرب لي بس، خلاص. او اكون بقى حاطه على حته سكارد، فلو ان واحد كان جاله اولد انتيرير مايكارديال انفارشن ساعتها الحته دي اتضربت ما بقتش بتطلع كهرباء، هيشوف الكهرباء بتاعت مين بقى؟ بتاع الناحيه الثانيه، وبالتالي تبقى بتبعد. عشان كده بيرسم باثولوجيكال ايه؟ كيو. يبقى علامه الاولد مايكارديال انفارشن هي باثولوجيكال كيو، اللي هي كيو اللي اكتر من 2 سمول سكويرز ان ديبس واكتر من 1 سمول سكوير ان ويتس. ده مهم قوي، الويتس اهم من الديبس، ان تبقى واخده 1 سمول سكوير ان ويتس ذات مينز ان هي اولد مايكارديال انفارشن. ف ساعتها تشخص بقى اولد مايكارديال انفارشن على حسب الليد اللي انت ايه لقيتها فيها، كويس، بروفايدد انك تلاقي تو كونتيجوس ليدز على الاقل عشان تشخص اولد مايكارديال انفارشن. يعني الانفيريور ليدز اللي هم مين؟ 2 و3 و اي في اف، ما بتشوفش في ليد 3 لوحدها كيو تقول عليها ايه؟ باثولوجيكال كيو بتاعت مايكارديال انفارشن. انا ببص على ليد 3 وعلى 2 او ليد 3 واي في اف، لقيت في تو كونتيجوس ليدز، يبقى اكيد ايه؟ خلاص تقول عليها اولد مايكارديال انفارشن. يا محمد عليك نهار كده. طيب ماذا لو انه حصل العكس بقى؟ بقت المايوكارديال انفارشن كان في البوستيرير وول. ساعتها مين اللي هتبقى ريكوردد لوحدها؟ بتاعت الانتيرير، بتاعت البوستيرير دي مش شغاله، مش هتلاشيها، وبالتالي كهربتها بتقرب ولا بتبعد من الالكترود. مين بقى محطوط انتيرير بالظبط كده؟ في 1. فانت في 1 ده لو لقى لو رسم طول ار في الاول، مش شرط انه معناها ار في اتش، ده ممكن احتمال تاني اولد بوستيرير مايوكارديال انفارشن، ومن المنظم مش هتعرف تفرقهم مع بعض. تقول لي ما هو الانفارشن ده بيبقى معاه سكندري تي ويف تشينجز، عادي ما بيحصل مع الار في اتش برضه. تحتاج هيستوري عشان خاطر تقول انه ما جاله قبل كده بوستيرير ولا لا. طبعا ممكن حاجه ثانيه بقى تبقى كلو، هو لو لقيت معاه انفيرير، لان في الغالب البوستيرير ده ما بيجيش لوحده، نفس الارتري بيسبلاي بوستيرير ممكن يسبلاي الانفيرير او يسبلاي اللاترال، فبيبقوا يا اما معاه لاترال مايكرو انفارشن كمان تلاقي كيوهات في اللاترال وول، او كيوهات في الايه؟ في الانفيريور. يبقى ده هيسبورت انه ده مش ار في اتش، ان ده ايه؟ ده ايه؟ اولد بوستيريور مكان الفاش، خلاص؟ طيب يبقى هيبقى في طول ار ان في 1. تتوقعوا كمان الاكسس يبقى عامل ازاي في الرايت فنتريكل هايبرفي؟ ده رايت كبير هيشد الاكسس ناحيته، يبقى رايت اكسس ديفيشن. تعالوا كومنت على ذيس اي سي جي، ادي زي ما انتم شايفين كده ريجولر ار ار انترفال، في بي ويف قبل كل كيو ار اس كومبلكس، ايوه في بي ويف، البي ويف دي بوزيتيف في ليد 2 ونيجاتيف في اي في ار، خلاص ده ساينس ريزم، والهارت ريت تقريبا 100 بيت بير مينت، والبي ويف دي خلينا نقول الاكسس الاول اخباره ايه؟ واحد ويف اف، ايوه يا ابو ايه؟ يبقى رايت اكسس، بس عايزين انجل. مين الواي فيزيك؟ بس هي الاي في ار يعني ها البوزيتيف فيها صح، بس احنا عرفنا كده لما الاي في ار تبقى هي الباي فيزيك، يبقى دي الاي في ار دي عند ماين عند كام؟ عند زائد 30، اللي هو هي ماينس 150 زائد 30، زائد 30 دي يتنقص منها 90 على حسب بقى، هل انت بتكبر ناحيه واحد واي في ال ولا ناحيه 3 واي في اف؟ يبقى انت تزود 90.